عبد الله سؤال يا اخي، الهيلوانه والحفله جوه دي الحاصل شنو؟ والله ده احتفال تبغى اتفاقيه يا تو اتفاقيه اتفاقيه تركيب مياه صهاريج في الغوره النايه. اي لكن يا عم عبد الله الغوره النايه دي ما عيك يعني كم سهريج كده يا حلزون، انت مالك ومال الكلام ده يا اخي؟ يا عم عبد الله بس من باب العلم بالشيء ولا الجهل به يعني. عشان تعرف يا الناطق الرسمي، الناس بتوع الاتفاقيه دي حيعملوا 85 سهريج. نهار تحتها 85 سهريج؟ ليه؟ نحن في صحراء بيوضه؟ يا حلزونه قفل الموضوع ده، تعال بجاي دوس لي الكلاتشي ده عشان انفس الفرامل دي. حاضر حاضر. السهريج اللي حتجيب لي السهريج مبرد يا عم حسن. عم حسن باجا 85 سهريج مويتهم من وين يا حلزونة؟ ايوه دوس دوس. بيرك ليه قدر شنو؟ لا خلاص قربنا يا البخيل. ها؟ قربنا قربنا؟ وصلنا النص. النص؟ ايه النص؟ ايه والمويه دي؟ ايه انها ما مرقت. ها البخيت؟ البخيت هاي؟ ها البخيت هاي؟ افا البخيت؟ تجرس كبير؟ ها اخواننا زن ما زال. انا بفتكر انه انتوا بعد الطواف الميداني ده بتكونوا كونتوا فكره شامله عن الغرى المستهدفه. بالضبط. دي غرة تعبانة خالص. الناس بتمشي مسافات طويلة جدا عشان تتحصل على الموية. مستحيل. أيوة طبعا طبعا. انتوا حددتوا مواقع الآبار والسهاري؟ والله يا نشوف، احنا أصلوا في البداية بنعمل مسح بالليزر عشان نستكشف البؤر المائية ونشوف الينابيع الدائمة، وبعد كده بنستطيع أن نحدد. وطبعا أنت محتاج ترجع فورا الخرطوم. لا ضروري أسافر الليلة وبأسرع ما يمكن، لأنه الليلة اجتماع مجلس الإدارة في الرئاسة ولازم أدخل الاجتماع عشان أجهز المشروع بتاع السهريج، فلازم أسافر ضروري جدا. لا انا فورا هشوف لك وسيلة سفر من المؤسسة. محمود عليك الله. عبد الله رئيس السواقين يجيني مكتبي هسه. اسمع اديني هاشم. ايوه هاشم داير لي 250 جالون جاز. 250 جالون كثيرة ما لك بيها مالك بيها. هاي لا ما علينا تخصم على الرئاسة. كتر خيرك. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام يا عم عبد الله. نعم يا اخي لو سمحت، انا داير احسن سواق عندك. انا مندوب الشركة ده داير يصل الخرطوم قبل المغرب ضروري جدا. السيد المدير لو سمحت اراجع بعض البيانات في الحاسوب. تفضل. هاجي. الراجل ده مهم جدا، لازم تختار احسن سواق. والله طبعا سيادتك ما عندي اي سواق للمهمه دي غير حسن باجا. حسن باجا؟ وين مختار؟ والله طبعا سيادتك مختار في مامورين. ايوه صح يا سيدي. حسن باجا حسن باجا يا اخي، بس المهم جهزوا له احسن عربيه عندكم وخليه يوصل الراجل ده. حاضر سيادتك. يا لا امينا شنو دي؟
لا خلاص قربنا قربنا ما جاتك نفس المويه وهي طليبه. انا ها انا جاني نفس العرق. العرق ريح 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 ريح. اها تمام بالضبط وانا جاهز واي حاجه تمام التمام وباذن الله وتوفيقه استطيع اتحصل على الاجازه النهائيه للمشروع بتاعكم من مجلس الاداره. طبعا ضروري والله ده موضوع حساس ومصيري. طبعا المويه في كثير من الاحيان بتمثل عقبه امام الاستقرار والانتاج. شوف هو اصلا اهم حاجه عندنا في صندوق دعم التنميه النتائج المترتبه على المشروع. وطبعا مشروعكم ده لا ادخل. سيادة المدير العربية اللي ادوني يا ليه ما مضيت الخرطوم دي عربية ما تمام. ما لا يا باجا مساعدات دوت استاذ الشابك مع الجيروبوكس ولكات طافية وخارزت جرورة أربع نساتك صلح صلحة؟ أيوة نعم صلحة. ولاحظ أنا سيادتك حمشي على شارع صخر نوبي كله حجر شرشر أمشي بلساتك صلحة. يا باجا امشي ناقش الموضوع ده مع رئيس السواقين هنا. لكن سيادة امشي قلت لك للملاحظ خليه يلاحظ. طيب برضو موضوع تاني. اها في شنو؟ لا يعني انا حكون قلت لك امشي للملاحظ. لا في موضوع تاني داير اقول لك. اها تفضل. الجماعة دي مظلومين علي 250 جالون بنزين. انا اصله عندي تنكي ولا سريج. يا باجا تمضى وتشيله بس. السيرين تشيل العربية بس تشيل العربية اللي بيكفيك بس. أيوة بيكفيني. أيوة طيب سيادتك. سوري سيادتك مشاكل عمل طبعا. طبعا طبعا كنا بنقول انه اي مشروع بيحتاج لتقييم دوري وكذلك انت اسمع ده السواق اللي حيوديني الخرطوم. ايوه سواق ممتاز جدا بس غلباه شوية. وده اسمه شو ده؟ باجا حسن باجا. نسبة للطريق المشهور بين دنقل ومروي وهو اخطر سواق يقطع الباجة بدون وحل في لمحة تخصص عشان كده سموه حسن باجا. ايوه ارجع واقول انه تحسين خدمات المناطق بيتقاس بالاثر المترتب والنتائج الواضحة في حياة الناس وعلميا حسب ما حدد جدول كاربين. سيادة المدير في مشكلة على العربية دي ما في نور. يعني شنو يا باجا؟ يا باجا ما معقول انت حتتحرك بعد شوية اربع ساعات حتكون في الخرطوم النور تعمل بيه وشنو؟ ولكن ما انا حاجة راجع دالي بيت بيت يا باجا بيت علي الصباح. ايوه بيت لكن انا لاحظ طبعا حاخرم من التحدي انزل بوادي الخوي. الخوي طبعا زي ما عارف يعني في ساعة كده ظلمة طبعا الوادي معروف كده. اهانا طبعا امشي بالخوي ده كيف اخواننا بلا فوانيس. يا حسن باجا يا حسن باجا امشي بالتحدي. التحدي ده عملوا لي شنو؟ لكن يا سيادتك التحدي ده ما بتاع لا السواق كده وطلع جديد ولا السواقين يا دوب يعني حاجات سهله كده. انا طبعا كسواق قديم وعتيق لازم اركب الصعب يعني عشان كده لازم امشي صخر نوبي عجل شرشر وانهب الارض. انا بالمناسبه اذا انا حط الارض يعني لا اكون سبتة ولا بعرف السواقه باجه طبعا. يا باجه يا باجه التعليمات تمشي بالتحدي. ما في مشكله سيادتك ما في مشكله. طيب. اتفضل. طيب. حاجة غريبة غريبة كنا بنقول في شنو؟ كنا بنتكلم عن جدول كارجل والجدول ده اسمع انت قلت لي الاخ ده هو الاخ الحا اي باجا سواق ممتاز لكن ايه حكاية الخوي ووادي الضومة؟ نحن ماشيين الخرطوم ولا انقتنا؟ لا اطمئن سيادتك حتصل في الوقت التمام وكله تمام. في شنو تاني يا باجا؟ جاهزين وكله تمام سيادتك وحنركب الظبط الحمد لله. بس انا داير اقول لك
ولا راجع حليب الخوي جدا. اركب الخوي وتعلي من صباح الدين. طيب يا سيدي، فرصة سعيدة ومع السلامة. الله يسلمك وبالسلامة ان شاء الله. بس يا سيد خدمة أخيرة، بالله لو سمحت أعمل إشارة للرئاسة هناك وقول لهم زولكم ده قام بالباجة وياجا ويا كمان حسب التسامي. حميد اخوي هوي. اها وين دار هاجر؟ هاجر ده مش وين، اي حته اي فجه فوق ان شاء الله المويه قريبه. البخيت نضك ساكت، الحكايه ما شال لي حل، والمويه بتملى وتدفق وتملى الحله. من وين؟ من بيلك الشايفه دي الزيدر بالاربعين دي ولا كيف؟ انت ما سمعت بالمشروع؟ مشروع المية السهري، الناس جقاسوا وعبروا وشبروا ودقوا اللوتات، ما سمعتها؟ أهل الحاجة شايف العطش، العطش ده والزهريج دي نحن بنسمع ما من زمن أجدادنا. أخوي خلي هيك وعطاتك أرضك حاسيبة للقابير والسمايم دي عندها ما جابت. البخيت البخيت هاي البخيت هاي البخيت. يا اخينا لو سمحت. ايوه نعم يا اخوي، نحن ماشيين لنا ساعتين ومتجهين شرك حسب البوصله اللي عندي. اصلا نحن ماشيين وين؟ الحكايه شنو يعني يا عزيزي؟ نحن دلوقتي ماشيين نخرم من هنا عشان نخش في شارع الدبابات. الدبابات يا اخونا؟ دبابات الطليان يا اخوي. انا مالي مال الدبابات ومالي مال الطليان، انا ماشي الخرطوم. يا سلام يا اخي، على والله جن وجن المسؤولين اللي يسوقوا ولا يخلونا نسوق. يا اخي لو سمحت بالله دقيقة يا اخي انا عشان اشرح لك السكة دي. يا اخي دي مسؤوليتي انا مع الدركسون ده، مسؤوليتي انا هنا مع الدركسون ده اوصلك الخرطوم. شوف نحن من هنا حنمشي حنخرم طوالي ننزل بوادي الدبابات، ننزل بالخوي. لما ننزل بالخوي حنمشي مسافة ساعتين فل هتقابلنا بيرطيب، انطلاقه تاني بتاع الساعتين مشي فل حنخش طوال سيافي الساحه الخضراء الخرطوم. سلام. المندوب عمش الو رئاسة صندوق تنمية الغرى المائية. يا اخي لو سمحت المندوب بتاعكم وصل؟ ما وصل لحد دلوقت، غريبة، ده سافر له 6 ساعات. ايوه بالظبط 6 ساعات. ايوه عربية ارضية. اي لا 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 لا, لا انا هتصرف. دقيقة يا اخينا اجيب. يا اخينا دقيقة أجيب، خلينا نشوف اليافطة دي فيها شنو. اليافطة يا دا؟ اليافطة دي هي بس أجيب قبلك. واليافطة
عارفة اليافطة دي مكتوب عليها شنو؟ يعني هيكون مكتوب عليها شنو؟ مكتوب عليها مرحبا بكم ولاية كسلة. كسلة الخضراء عظمة. صفية مالك ما تدبوزك من الصباح كده؟ ابدا فرحانة ومبسوطة وسعيدة وطربانة. تقصد شنو يا صفية بالكلام؟ اقصد شنو؟ انت ما عارف ولا بتتغابى. البيت ده ما عدمان ومقشط، لا زيت لا دقيق لا ويكة لا عدس لا بصل لا مرقة لا طرقة. صفية كلامي ده كله صح، لكن انت عارفة وعارفة اني انا معلم وعارفة مرتبات المعلمين وتلتلات الكتيرة، ويا الله يا الله، وبعد ما تجي تحوق وين قدم نو اكفي شنو؟ انت عايزاني انا اعمل شنو يعني اسوي شنو؟ تعمل شنو؟ تصرف يا اخي، تسافر تهيك تطفش، يتصرف يا اخي. طيب يا صفية هيصرف. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ ابراهيم. كيف؟ استاذ ابراهيم؟ يا أستاذ يا أستاذ الحاصل الحاصل كتير كده. انت براك يا أستاذ إبراهيم الداير كده؟ أنا؟ هاي أيوة، براك الداير كده يا أستاذ.
وانت ليك انت استاذ ماسك رياضيات مادة ذهب. للأسف الشديد الذهب اللي عندك ده بيه نحاس. نحاس شنو؟ ده بقى صفيح مصدي. يا استاذ عايل لي روحك، عايل لي نفسك، بيتك، مستقبلك. يا استاذ توفيق انا عندي رسالة واضحة جدا ومحددة، ادرس وبس، ما مطلوب مني اي حاجة غير كده. يا استاذ علم يا معلم، علم لكن استفيد. استفيد يا ابني ادم. كيف يعني؟ حلال ولا حرام؟ ابدا حلال، ونص كسبك حرقك شقاك. انا ما فاهم اي حاجه. ما وضح يا توفيق وضح. ما داير اي فهم، مفهومه وواضحه. انت يا استاذ تعب الدروس خصوصيه. خصوصيه؟ انا؟ ايوه انت. شوف يا استاذ توفيق، المساله مساله مبدا، انا معلم واحد، درب واحد، اعلم وبس. خصوصيه بالنسبه لي مرفوضه. دايبك دايبك المؤثر على جيبك ومخليك منكمش وحاصر نفسك في معادله بين قوسين. فك الاغواس فك الاغواس يا استاذ، وانت ما شاء الله سيده وكابيها مويه. ابدا يا توفيق، اهم حاجه الواحد يكون متوازن مع ذاته مع نفسه. وزي ما قال المثل من ساد دربين ضهيب، ده المثل ذاته دخلنا في غمه. انا لو عرفت المثل ده قال، ها وريني المثل ده قاله يا استاذ. المثل ده انتهى بنهايه القرن العشرين، له كل زمن امثاله ولكل قرن رجاله. يا استاذ يا استاذ اسمعني، الزمن ده المثل ده يقرا كما يلي: الماء ماسك دربين ضاع، وفي رواية أخرى ثلاث دروب حسومة. شوف يا أستاذ توفيق أسمع كلامي. مسألة الدروس الخصوصية دي عندي فيها الرأي واضح ومحدد، المسألة بالنسبة لي مرفوضة وبس. يبقى بترفس في نعمتك وبتكتب بروحك وبطباشيرتك شقي شقي مع سبق الإصرار والترصد. آخ يا ريتني لو كنت زيك أستاذ مادة ذهب، كنت نطيت فوق وبط العالم ده. الأستاذ الرقم صاحب أكبر نقاطة على ظهر الواضح. لكن يا خسارة يا خسارة، أستاذ مادة سودة دز، لكن ده كله ما قاعد ساكت مفرفر عامل غلبة تدي ربك العجب علي الطلاق اللي يشوفني يقول الأستاذ الكريستري. الدنيا ناس يا عادل لما علينا عليك. السلام عليكم. هلا حاج نادي حلاوة حلاوة حلاوة. أنا ما عندها ذوق. ليه؟ يا أخي أنا حق الفطور ما لاقي وتقول لي حلاوة؟ ليه شغال في نفسك؟ شغال أستاذ. معليش والله أنا ما كنت عارف. معليش والله. عليك. يلا حلاوة يا عم. قمنا عملنا يعني جماعة الطلاب بتوع جمعية الرياضيات كون الجمعية وقسمنا نفسنا على الجروب. الجمعية دي عجباني وبارد لقيتها يعني شغالة كويسة. يا شغالين طلاب. كويسين كويسات كده كاربات كل واحد لقيته موزة موزة كويسين والله. الله يرحمك يا أخي. المهم يا سلام يا سلام يا أساتذة. لا والله يا عاد جدا. جرس الحصة الأولى مما ضرب له 11 دقيقة. وانتوا قاعدين في مكاتبكم تتجاوب اطراف الحديث؟ لا والله يا عادل. يا استاذ عندك لو سمحت، انتوا بالمناسبه المدرسه دي لو وقعت انتوا حتكونوا السبب. قد ما انا بحكي في الافطار انه الوقت للعمل وبس، لكن الظاهر انه ما في امل. يا استاذ ولكن ما انا 15 سنه مدير مدرسه إدارة حديثة، سمعتي فوق كبار يقدر يقول فيها مصغار ذرة. أنا آخر مدرسة كنت شغال فيها ترتيبة في الشهادة السودانية بعد ما تشيل مدارس الرهيبات والمدارس الجازة والمدارس الخاصة بتدخل في المية الأوائل طوالي. يا أستاذ هنا الأوائل عشر عشرة بس. ده كان زمان.
لما البنتحن كانوا مجرد ألوفان، لكن البنتحن ليلة حاسوب دبل ذاكرة ما يهدهم. مشان كده الأوائل ترفع بالمنشور الجديد من العشر الأوائل للمية للمية قدام عندك. أنا بحاسب وأتبع في حينه. أهم حاجة في المدرسة دي الضبط والله. ليه ما بتحصصكم؟ يا أستاذ. نعم ولا كلمة. لا ما لا يقول لك إنه ما عندنا حصص. ما عندكم حصص؟ أيوة. غريبة. لا ما عندك جدول. عايز جدول أستاذ. جدول؟ أيوة. أيوة صح. معليش يا أساتذة. معليش. الحقيقة الظاهر إنه أنا خلقت طابق جدول وجدول. معليش. ومدرسة ومدرسة. طبعا أنا ناظر في ثلاثة مدارس. يلا يا شباب علينا جاي بسكويت ياخذ. السلام عليك. كيف حالك؟ تهدي بسكويت؟ شكرا لك. تشد؟ شكرا. ما دايرة؟ شكرا. طيب اقري لي اياها تضيع عليك. الله مركز اتصالات الشهيد. شهيد مكسب. شكرا لك. يلا علينا جاي يا شباب. نحن في حصتنا الليلة هنتكلم عن جيوب الزاوية وجيوب تمام الزاوية. وزي ما أخذنا في الدرس السابق عرفنا كيف بنحول حاصل جمع جيب الزاوية أو جيب تمام الزاوية إلى حاصل ضرب جيب تمام الزاوية أو جيوب الزوايا. ودرسنا الليلة اللي بيتحدث عن جيوب تمام الزاوية بيعتمد أساسا عن القوانين اللي احنا ذكرناها في الدرس السابق. وفي الدرس السابق احنا اكدنا القاعدة الاساسية اللي بتتحدث عن العلاقة بين الزوايا وجيوب هذه الزوايا وجيوب تمام الزوايا. يا سلام بالله. شوف الاستاذ الولع ده بيشدد في الجيوب دي كيف؟ شو شو شو. لكن يا خسارة جيبه فاضي. فاهمين؟ كلكم فاهمين تماما؟ طيب ننتقل للكتاب ونشتغل تمرين 9 صفحة 81. عايزين تشتغل مسائل 1 و2 و5. يا أستاذ إبراهيم يا اخي ما تخلي العصلجة بتاعتك دي وتسمع كلام استاذ توفيق. ايوه دروس خصوصية. لا لا انت ما عندك رأي. اثبت يا استاذ. يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم. ايوه ايوه نعم يا استاذ ابراهيم. ايوه 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 يا استاذ توفيق. اسمع يا اخوي الليلة انا عازمك. عازمي؟ ايوه. يا زول عيد ميلاد ماريو. ماريو؟ ما هي لك عمي؟ ده الواد اللي انا بدرسه خصوصي. تاني رجعت للموضوع ده تاني؟ يا استاذ دي كمان شنو؟ عزومه عزومه. يا الله في الله ساكت. دي كمان فيها حلال وحرام؟ يا استاذ انا لا بعرف ماريو لا بعرف اهل ماريو بالله عليك الله. لا دقيقة ما هو ايمان اللي بعرفهم. دي الناس سكر ابون اكبر راس مالي في البلد دي. راح لا يا ما كده اسمعني. حتمشي معايا يعني حتمشي معايا؟ يا استاذ لا لا تمشي معايا غيره. امشي. ولا تتشد. يلا يا شباب لما علينا جاي. جويد من عند الورد تشيت. يلا يا شباب علينا جاي يا اخوانا. يلا يا اخوانا وين يا شباب؟ السلام عليكم اخونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تشيت جزاك الله. ما بسكيت لنا لا لا بارك الله فيك. طلعت تعالي وين؟ لما معي الحيط. اشتري طاقيه؟ لا شكرا. طيب ممكن تقرا لي اللي اعطيه؟ ما في تنميه التعاون الاسلامي. يا سلام. شكرا لك. مكسب قروش. يلا علينا جاي يا شباب. بسكويت. بابا. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب كيف ما محمود استاذ توفيق؟ معلش اتاخرت جدا والله. الله يبارك فيك يا استاذ. الله يسلمك. ماريو استاذ توفيق وصل. ماريو ما يظن ما شاء الله مبروك والله. عقبال يا سلام. سلم على الاستاذ ابراهيم. سلم. ده ماري بدري شاء الله يا ابني يا ابو محمد. زي يا ابو تفضل. الله يبارك فيك. تفضل طبعا انا ماريو عندي بالدنيا
ما في اي حاجة تغلى على ماريو لانه ماريو ببساطة يتيم. يا سلام. طبعا والدته توفت في حادث طيارة امريكا لندن. عشان كده انا ماريو عندي حاجة تانية. والله نحن بالنسبة لنا حاجات والله. ايوه والله حاجات تانية. يا استاذ توفيق ما لقيت لي استاذ الرياضيات؟ والله يا عبد الرحيم استاذ الرياضيات العين بصيرة واليد الله يخفف سواجيها. نعم عبد الرحيم البسطاني استاذ الرياضيات المبخر الموية ترى عنده. لا لا الاستاذ ده اكيد غلطان. لا ما غلطان يا عبد الرحيم ما غلطان والله ما غلطان. انت ما تتحرك شوي يا توفيق. لكن انا انت مالك مرتب حافز ترحيل بدل ميل بدل لبس بدل اي بدل في البلد دي مالك؟ لا لا, لا ما في ما في حاجه خلي الباقي علي انا. يا توفيق لا ما اسمعني عبد الرحيم البسطاوي ده الكلام خلاص انتهى. مساء الخير. اهلا حمد الله على السلامة. الله يسلمك. خلاص اخيرا ذكرت انه عندك حته في الاخر بترجع عليها. وطبعا كالعاده جاي فاضي وتعبان ومهدود حصص. يا سلام عليك يا استاذ. يا سلام انت انسان ممتاز رهيب ملاك انسان رائع سيوبر ما في زول زيك ابدا. لكن شوف يا استاذ شوف لك زول يقطع معاك المسافات والوقت وانا ودحتك الله. صفية 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 يا توفيق توفيق روقي. انا وافقت ادرس ماري خصوصي. مبروك يا دوب حتشم الهوى كان العجم فيك بدري. لكن بشروط. اشرط ان شاء الله الخيوط بالهوى بركه فيك. وافقت بجاي ماري خصوصي. نعم وبهناك دي استغلتي. ثاني المسألة التعيس صاحب بالين كذاب. اخواننا يلا علينا جاي يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ اهلا تمام؟ اهلا. شيل لك بسكويت. بسكويت وفضل فيها بسكويت يا اخي. عليك الله ما تكفينا معانا مفلسين ودمنا طاير. معلش يا اخونا اخونا معلش معلش بس لو سمحت طيب اقرا لي اياه فضلك. دي مدرسة الجديدة بني. يلا علينا جاي يا شباب. علينا جاي يا شباب. يلا علينا جاي بسكويت من هذه الورق. يلا يا شباب علينا جاي. يلا علينا جاي يا اخوانا. يلا يا شباب الكويت من هذه الورق. يلا يا شباب علينا جاي.
مصطفى. عبيدة مصطفى، عبيدة مصطفى، أبو عبيدة مصطفى. أبو عبيدة مصطفى، تفضل انظري لي. انظري لي واضح. حاضر. حكاية فيها 30. حاضر. أيوة كده جميل. تفضل. عبيدة مصطفى، تفضل. أقول له عملوها كلها سلفيات وخشان لما تجيبهم قبضة زي دي جقلبتهم تجيب الضهران. شكرا. حاضر. أعوذ بك من غلبة الدين وغهر الرجال. خلاص خطفوها منك الديانة أو يخلف. يا سلام، بعد الحكاية المفصلة أنا أصرف لرقبتي. ايه كده ايه ما انت يا عيالي؟ اديني قروشنا يا جادين. يا جابر انت جيت منين؟ يا جادين من فضلك انت صرفتها وسلمنا قروشنا. يا جابر انا صرفت كل ما هيتي وزعتها. انا ما بقدر انتظر اكثر من كده يا جادين. يا جابر اديني مهله شويه. اديني قروشنا يا جادين، ما في داعي للف والدوران. يا جابر انت دايما كفو. عارف منك 200,000. طيب يا جابر انا ما عندي خلاف الماهيه دي. دي ما هي دي وما بتتم ال 200,000 بتاعتك. اتفضل شايف قروش دي يا جابر. جيبها هنا وبجيب لي الباقي. وفضل فيها باقي. يا سلام. مش معقول. الواحد يوم الماهية يرجع البيت بلا ماهية. يا سلام. البنت الصغيرة قالت عاوزة شفتية. وشفتية 100 جنيه بلوة اطفال الاعزاء. وانا راجع لهم ولا شفتية. سبحان الله. الولد الصغير قال داير موز. حلم الجيعان ابوه. لكن مع ذلك انا حاخشى تحت الكوبري اشيله شوية موز من الموز الكذاب. وإذا سأل قال لي أقول له يا ولد ده موز عنب ركك تغمله على دقيق بيفرقع موز لوز بس عليك تعيش يا ولد لما الدقيق يقلع. يا جادين انت نسيتنا ولا شو؟ ايوه انا اتذكرتك انت زونتك. جادين بطل حركاتك دي وانا داير قروشي على دار المليم. قروشك؟ انت مش عفيت؟ عفيت شنو؟ انا داير قروشي هسي ده. قروشك؟ انت قروشك كم؟ 450. 450 الف جنيه؟ اجيب ليك من وين وانا ما هيتي خلاص شطبه. داير قروشي انت بتهددني؟ انا جادين السلك ارجع السايكات ده كده اكون مرعب اقدمه كده اكشف العالم ده كله. يا جادين خلي حركاتك دي انا فاهمك كويس. داير قروشي هل كده قروشك؟ انا بالمناسبه حكون اخطر منك. انا حمد ايدي على المال اللي عندك واسحب واجر وادي قروشك. انا مالي ومال المال العام. انا داير قروشي. ادي قروشك 450,000. انا ادي قروشك. الو
مدير الحسابات، لو سمحت صراف الشهر ده منه؟ صراف الشهر ده سيادتك جادين. جادين سليم؟ الله يجيب العواقب سليمة. 60 مرة قلت لكم جادين سليم ده ما يطلع صراف وما تكون عنده أي عهدة مالية. أيوة بس سعادتك، لكن إحنا ما عندنا تعليمات زي دي، والصرافين عندنا هنا بجدول وبالدور. جادين ده ماله؟ ماله كيف؟ ده سؤال تسأليه أنت مديرة حسابات الشركة دي؟ أيوة بس سعادتك. اسمعي، فورا تكون لجنة جرد لعهدة جادين وترفع لي تقريرة فورا بأسرع فرصة. قالت جادين. الله، حصل شنو؟ غريبة. يا حسان، حسان، جرد مفاجئ، جرد مفاجئ لي أنا جادين الشريك. ليه؟ والله طبعا يا جادين، نحن بننفذ قرار جرد عهدة. يعني جرد عهدة؟ وما يجيتوا تجلدوا إلا جادين الشريع شوية ألوفة ما تجرد البلاوي المتلتل الشمارات ضاربة في السلالم والمكاتب والجرد. يا جادين الكلام ده ما له أي داعي، لو سمحت كشف الماهية وباقي العهدة. جدا، حاضر. ده كشف الماهية ودين باقي العهدة. اسمع، انت قلت لي الحاصل جادين ماله؟ والله علمي علمك، لكن باقي لي كذا في مشكلة، عملوا له لجنة جرد مفاجئ. يا ساتر، اوعى يكون عنده عجز. ما بعرف، كل شيء جايز. والله انا اقول لك حاجة يا حسن، اذا كان جادين ده وقع في اي مشكلة نحن لازم نقف معاه ونساعده. يا اخي ده المسكين والله. والله ده الواجب طبعا، ويعني الله يهون. والله الله يهون كده. رح رح رح. يا جادين، في حلبة 450,000 جنيه. ايوه، اها، الحيحصل شنو؟ شنو كيف؟ ده ما عندي في عهدة مالية، يعني مخالفة للقانون. يعني خلاص الشركة دي كلها وقفت على مخالفتي و450. يا جادين احنا حنرفع تقرير، عندك اي كلام او دفاع؟ انا يا توم كان عندي كلام. اسمع يا استاذة، عارف اي تقريري واكتبي التاجي من السماء تحمل الواطة. اها، الحصر شنو اللي جادين؟ والله اللي لازم جادين الطبل. الله، اها، دي المشكلة. ايه دي المشكلة؟ اها، والحل؟ ما في طريقة غير ندبر المبلغ طبعا، او هيكون مبلغ كبير. 450,000 جنيه. الله، هذه المشكلة، ده من وين ده؟ والله ما في طريقة، ما في اي طريقة، لانك انت عارف الحالة بتاعت الزملاء في الحتة دي. صح صح، ما في غيره. ودى العمدة. الله يا اخي، ودى العمدة ده زول متقردم، زول متقندف، زول نرجسي من الدرجة الاولى. يا اخي شوف غيره ده يا اخي. لا 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 اسماعيل، ما عندنا اي طريقة غيره. الراجل مرمي في الحراسات راجينا، ولازم نلحق نلحق نلحق. طيب يا حسن، ودى العمدة، ودى العمدة. هلا اخوانا في زنزانة رغم 8، اهلا بكم في برنامجنا الطرفي اللي بغيادة تكون على دينا تلكا. اهلا اهلا بكم. نحن نعمل افتتاحية لبرنامجنا الجميل ده من ده. ايوه، نحن نعمل افتتاحية غلب الذاكر. يا فاكر يا فاكر يا فاكر عالم الصوفية. ايوه نعم. يا سلام. يوم لا ينفع مال لا ولا جاه يعين، يوم لا والد يحنو، يوم لا أمة تجير، يوم لا حفا تنهو في فجور أو صفور، يوم كرب وعناء وهجير، ذاك يوم الحقيقة تلك العظام. Thank you.
دقايق بس انا اديلك وجهي. كل اللي بتشوف فيه ده اسكليتش. ده كله اتش؟ ايوه والله لو بقى ده اتش ما في موظف في الدنيا كان كمل 60 سنه من اتش وطوال معاش اختياري. طيب انت يا حبيبي ما في اتش مالك ما نزلت معاش اختياري؟ هو بالله ما في اتش؟ يا حبيبي يا حبيبي انت اتش دي فتها الزمان ولسه دارك. حنان انا مالك انا اخونا الضيف طلباتك يا اخونا. ها طلباتك تقليد؟ ايوه اي حاجه اي حاجه اخوك انت تقليد اي حاجه اي حاجه انا لا يقلد لي صك العمله دينارات صك العمله دينارات دينارات؟ ايوه صك العمله دينارات لا لا دل دي انت خلفنا الحته دي لا لا لو كان بالطريقه دي انا مطالب بالزمن انفرادي حفاظا على مواهب النادره وسمعه زي اللبن. سمعتك زي اللبن؟ ايوه صحيح والله اللي اختشوا معاكم اللي اختشوا معاكم بتقلب يا اخونا؟ سكر لنا دينارات يلا قلدوا قلدوا في زمن كله تقليد وفي شركة قلدوا تن 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 الموسيقى اللي جايه وين؟ انتوا عندكم تلفزيون ولا شو؟ تلفزيون شو يا شاويش الهرع؟ الحراسه دي ما قطوع منها النور لعدم السداد. حضاركم حضاركم اهلا وسهلا والله واقع في ورطة مالية وعجز كده. عجز؟ ان شاء الله ما يكون كثير. والله 450 الف. 450 الف دينار؟ لا جنيه. جنيه؟ تهي المشكلة جنيه؟ ما لاقي منه. ما لاقي لك 450 الف؟ لا اله الا الله. يا عم؟ والله طبعا انت عارف الحالة تحت الزملاء وكده. لا 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 لا. انا هديكم 500 الف جنيه. تحلوا المشكلة. لكن بس ما في داعي تتكلموا جادين انتوا عارفين لا 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 ما كلموا جنون احنا كده الاول لا خارجوا طيب يا سعد جدد الشيكات جادين الصراف ايوه افرج اسحاق ايوه اطلع جادين كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة الله يبارك فيك كيف حالك؟ الله يسلمك الله يبارك فيك كيف الزملاء؟ الزملاء تمام بيسلموا عليك كانوا جايين لكن انا قلت لهم حاجيبوا هسه وجهي ايوه ما تقصروا ايوه ما تقصروا الله يبارك فيك الله يسلمك رايتو 450 الف تلتلنا فيها تلتلة عجيبة جدا هي لكن ده بالمال العام يا جادين يا اخي لكن المال العام بس علي انا جادين معلش نسوي شنو الله يهون يا اخي الله يهون يا حسان نعم دايس نعم القروض دي الدفع مالك بالكلام ده شدة وزالة تاني في شنو مالك اوه 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 اوه
يا سلام. وانا يا اخي الوداني ورا الظلم مشنو غير شفتياتكم الما بتنتهي. حسان نعم. لو سمحت. ايوه. واحد شفتيه سنفي ثاني يا جادين.